هلا والله ومرحبا من دالاس تكساس، المفرع الوحيد اللي يبيع هولندا هولند. وش انتي هولند من هولند؟ ابوريك في هالمقطع اغلى بندقية شفتها في حياتي، ابوريك في هالمقطع اكبر شوزن شفتها في حياتي، كانوا يصيدون بها مئات البطات في رمية واحدة. ابوريك في هالمقطع اكبر عيار شفته في حياتي، حتى اكبر من عيار 50، ويستخدم لصيد الحيوانات الكبيره، فيله، جواميس، شيء خرافي، كلها من اختراع هالمبدع اللي وراي، هاريس هولند. هذا هو هاريس هولند. هاريس هولند كان رجال بيع تتن، اموره طيبه وعمل، ولكن يحب رمايه الشوزن. فرمايه الشوزن ذيك الايام ما عندهم اطباق، كان عندهم صناديق كذا ويحطون فيها حمام، ثم يقول اسحب يسحب تطلع الحمامه فجاه يرميها. وكان هذا فنان فيها، فكان شي يسوي؟ يقوم يطلب بندق على معاييره الخاصه، زي ما تقدر تقول كاستم ميد. شوي شوي بدا يجيب هالبنادق يحطها عنده في محله اللي هي اختياره، اخوياه يشترون منه. شوي شوي صار سوقه في بيع البنادق اعلى من بيع التتن. ايوه الشغله صارت تربح. استمر فيها، دعس، راح الين صار فتح له على قولهم رينج للرمايه، ودخل مسابقة. طبعا لازم عشان تدخل مسابقة تفتح لك الرينج هذا وتاخذ الرخصة. فدخل مسابقة فيها ثلاث أقسام وثلاث فئات، ذيبان فاز فيها كلها، وما لم يحدث من قبل. يوم فاز فيها كلها ضربت سمعته، وصار الرجال انتقل إلى منطقة ماي فير في لندن، وصار يبيع، وصار الرجال تاجر، وصار بزنس مان كبير. هذه قصة تأسيس هولندا. اليوم صارت هولندا هولند قبلة اللي معهم كاش. رجال أنت من طبقة فاخرة فخمة جدا، تبي تمارس هواية الرماية وصيد الطيور والبط والبيج جيم والحيوانات في أفريقيا، وتبي تكشخ. أنت من إبرامي ابن اللي حقتكم، أبرمي بشي كشخة بروح به، يروح تروح الهولند أن هولند. اشتهروا بصناعة
خلنا نقول شيئين، الشوازن والبنادق. البنادق عندهم فيها فئتين، شيء بمخزن شيء بدون مخزن. هو الشوازن كلها مروحين جنب بعض ولا فوق بعض، وكل واحدة لها عالمها وكل واحدة لها خصائصها وكل واحدة لها هواتها. خلني أوريك الحين جولة على بعض بنادقهم الفاخرة من خشب الجوز التركي. شف معي هالسعر يا حبيبي، 245,000 دولار. حسبها تطلع لك يمكن 900-950,000 ريال. طبعا هذا سعر مو بوحدة، هذا سعر ثنتين من البنادق، لازم تشتريها ثنتين مع بعض. ليش؟ يقول لك انه في من يعني من العادات عندهم، طبعا التاجر ما تكي تعبي ولا تبي توقف الرماية، هذا شوف خشب الجوز، فش تسوي؟ انت ترمي بهذه ومعك الصبي يعبي الثانية، تخلص تعطيه هذه، فتصير شغلة كذا ماني فاضي يوقف رماية. شوف يستغرق تصنيع بندقية مثل هذه البنادق 1200 ساعة، ساعة عمل. هذا هو خشب الجوز التركي، ويعتبر أحد أغلى أنواع الأخشاب في العالم. يعني شوف هذا هو خشب الجوز التركي، هالقطعة لحالها تشتريها قبل الشغل بحدود تقريبا 2000 دولار، يعني 8000 ريال، 7500 ريال. تجي هنا تطلع لك التحفة هذه والتعريق هذا، شيء 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 خرافي، شيء فاخر. ثم عاد انت وجوادتك، يعني تبي مثلا تبيها تصير منقوشة اكثر يعطونك، تبي تحط تكثف النقش يسوي لك، بس انت تدفع. طبعا تاخذ لك سنة كاملة علشان تستلم طلبيتك. هذه هي بنادق الشوازن. بحكم تميز هولندا هولند استدعت الظروف لاختراع وابتكار عيارات ما كانت موجودة من قبل. فخلني أوريك العيارات اللي هو اخترعها واللي بدع فيها واللي صلحها. من ضمن أشهر الاختراعات اللي سواها 375. هذا العيار تقريبا هو العيار الأكثر إبادة للصيد في أفريقيا، ما يمكن ما لا يوجد عيار استخدم أكثر من هذا العيار في صيد البيج جيم. لكن عنده عيارات مختلفة وأكبر، شيء مرعب، خليني أوريك إياها الحين. لكن شوف معي الآن، هذه لوحة الشرف من العيارات. هذه كلها العيارات اللي ابتكرها واشتغلوا عليها قبل. شوف هولند، طبعا شوزن مو بالاخترعه بس هم اللي عبوه. هذا وشو؟ ترى هذا مو بشكل، هذا صدق يستخدم. هذه رصاصه داخلها معلومات يرمون بها الحيتان، فتكون مثل الحجل في الطير للتتبع، فاذا شا صادوه بعدين في الارجنتين هم رامينه في لندن يقولون اوه شفناه. هنا هذا، شوف هذا العيار الضخم، اعتقد هذا 600-700 اكبر منه. شوف هذا، هذه هي لوحة الابداع من هولند. في اواخر الثمانينات 1980 اخترعوا هذا العيار الكبير. طبعا عشان تعرف كبره 1000 جرين، عيار 50 ما يوصل 500-600-700 جرين. هذا من اكبر العيارات اللي تستخدم للصيد، ويرمونه في بندق روحين، رجفته كن صادمتك سيارة، كبير 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 بشكل. شوف هذا كله بارود، أنت في يدك ديناميت علشان يطلق هذا. تقريبا يصل سرعته إلى 2100 فيت بير سكند، قدم بالثانية، يعني مو بطيء على الحجم المقذوف اللي محطوط. هذا شوف حتى شلون حاطين لك في بكته فخم. طبعا واشتغل قبل، واشتغل في المسدسات، واشتغل في العيارات الثانية، لكن هذا أسطوري، 700 نيترو هولند أن هولند. أوكي. أوه هذي very heavy. هذه 577، مية بالسبعمية 577. شوف معي، شوف حجم الرصاصة اللي يطلع. أنت عندك مثلاً 9 ملي، عندك رشاش، راح شوف حجم المقذوف، وشوف حجم المقذوف اللي هنا فيها، ترى ثقل مو طبيعي. شوف النقش، شوف حاطين لك عليها صور الفيلة،
شوف ما ادري يبين ولا لا، لكن خلينا نشوف تاكد. ايوه شوف الفيله، شوف النقش، شوف الفيل الثاني. طيب وشف خشب الجوز التركي. تركي طبعا، وهي في ايدي الحين تتراقص، يناظرني بنص عين يخاف انها تطيح. هذه سعرها زيت ون بيس فور وات 275. واو 275 الف دولار. هذه مليون ريال، almost 1 مليون ريال. واو. Yeah, now I'm scared holding it. Can you take it? Can you خلنا ننزل ونوريكم اياها مره ثانيه. تراها ترمي 750 جرين، هذه البندقيه المليونيه. شوف شوف النكش. خلنا ناخذ جوله على اسعار البنادق. 265 الف دولار، 190 الف دولار. هذه حلوه، البتينه اللي محطوطه والتعتيق. هذه اللي شفناها قبل شوي، لا هذه 190 الف دولار. وشوف النقش اللي عليها، يا اخي اول مره احس في الكشخه. هذه رخيصه ب 100 الف، هذه 250 الف عليها دربيل. هذه 124 الف، هذه رخيصه، هذا رخيصة، حلو رخيصة. 79، أوه بدأت تنزل الأسعار. 29 من ضمن أغرب البنادق اللي استخدمت قديما هي بندقية تثبت على مقدمة القارب مثل المدفع، اسمها بانتكن. هذه تستخدم لصيد البط بالعشرات والمئات، بدل ما تقدر ترمي واحدة واحدة ثبتها على القارب، احتر الفرج، توزع، بم القارب يطير من قوة الرمية، ثم قد لقط رميك. بندقية ضخمة 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 جدا. خلنا نوريك إياها وبوريك رصاصتها، شيء ولا في الخيال. تشوف معي هذا، هذه رصاصة شوزن واحدة تنحط فيها 3 متر تقريبا، 3 متر مدفع علشان تصيد بط بالمئات تروح تبيعها في السوق، بدل ما تقعد تزرع وتوجع راسك وتعلف. شيء خرافي. ها كمية البارود اللي تنحط، كمية الحلبي اللي تنحط، شيء مو طبيعي. هذه أيضا من تصنيع هولندا أن هولند، أتمنى أرمي بها. عندهم شوزن 4 جيج ضخمة جدا، أبوري. صحيح ترى الفور جيج ما صارت شوزن، صارت بندقية، حجمها يعادل 700 ذيك، شيء ضخم جدا. طبعا ما كانت تعبى النايترو اللي هو الحديث هذا، يعبونه البارود الأسود القديم زي المدافع. طبعا هي بيعت، صنعت في 1880 تقريبا، ثم بيعت ثم رجعت شروها من الرجال 1996، هذا اسم الرجال جون جي تايجر. ضخمة 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 بشكل. طيب عشان تعرف حجم المصورة، أكبر معيار 50، أكبر. يعني أنا ما أدري هل يوجد شخص يقدر يرميها ويتعافى ما يجي شيء. هذا مثلا كرتون الأربعة جيج، الأربعة جيج أكبر من العشرة جيج، العشرة جيج أكبر من 12 جيج اللي احنا نرميه بعادي. شيء ضخم، طوله شبر، عاد مخلص المعظم. طبعا عاد يبيعون العديد من الأكسسوارات، حقات مشاريب، قهوة، عندهم هذا التاي ليل بشوازن، منتجات جلدية، سكاكين. شوف الشنطة هولندا هولند، هذا ما ادري وش منتجات جلدية بس ما ادري وش كاب. انا شريت واحد من هذا، شكلي برجع اشتري الثاني. وهذا هو كتاب هاريس هولند الأسطورة. وصلنا إلى نهاية هذه التغطية. بالنسبة لي أنا أشوفه محل مميز، يكفي أنه الوحيد خارج بريطانيا للشركة هذه هولندا هولند. شيء عجيب، شيء خرافي. أدري أن التصوير ما غطى ولا 1% من اللي شفت، لكن أي واحد يجي حول دالاس تكساس يمر على محلهم يشوف بينجن.
بس.